احنا كمجتمع عراقي تخلصنا من مظاهر التخلف، اولها انه تقبلنا حريات الغير بشكل عام، وتقبلنا يعني انه اي شخص يطلع يبادر بحريته ويحكي ويقول يعني اللي يريده، واثنين تخلصنا من مظاهر يعني مظاهر التحرش بشكل عام نهائيا، خاصة هنا بالتحرير. طبعا قبل يعني كانت نظرة المجتمع ما اعرف شلون كانت انه بحيث كانت من نطلع بالشارع بصعوبة ولا شعر لو اشده لو البس شبكة ما اعرف كانوا ها ويحجون يعني كلش اتعب لما نطلع بالشارع، بس هسه جاي اشوف انه احنا واحد متقبل الله وفعلا جاي احس انه انا بمجتمع محترم، يعني ما حد ما له دخل باحد وماخذين حريتنا بالستايل والملابس، بس برا التحرير مثلا بمنطقتي كمنطقتي يعني ما يقبلوني يعارضون.